أنا مريض من الكبد، وهذا الكبد علشان الطب، ولكن الله غالب. وصلنا إلى الزراعة، والزراعة جتني غالية، طلبت ما كثير. ولاد المحسنين عاونونا في سبيل الله، كل من يسمع فيا اللي بيشارك يسمع فيا، يتصل بالشيء اللي يتصل بالله سبحانه عز وجل، اللي بيتبرع يتصل بالله سبحانه عز وجل. أنا مشوش لي، القرار بيدكم. ما أنا أستطيع أن أعمل هذا المال، وأدعو يا أخوتي المسلمين أن يشاركوا معنا في سبيل الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. أنا عنده 6 أشهر راني نجري، وراي مريض من الكبدة، عيني نجري وضروك عنونا، قالوا لنا باللي الكبدة فشلت، لازم لها الزراعة في الترك. وحنايا قلالين ما عندناش، الله غالب، ربي هو اللي راه يشوف. نطلب من خوتي المحسنين المسلمين من كل من السلطات، من الرئيس، من وزير، من الوزارة، من كل راه يشوفوا في حالتنا. احنا ما عندناش، الله غالب، هذا الراجل راه يعاني، وقالوا لنا لازم ما تطولوش بالخف، راه مريض وما عندناش، ربي راه يشوف فينا. نطلب كل من المحسنين ومن خوتنا من قلالين، اللي ما يعاوننا بالقليل يعاوننا بالقوي بالقليل، لا يجعلها دعوة. راكم تشوفوا فينا، انا مولا خيمتي رامري، هذا الراجل والله والله الا راجل عظيم، هذا يخرج منه غير ما قال ربي ما قال رسول. عاونونا خوتي المحسنين، عاونونا، ربي راه يشوف فينا، ما عندناش مبلغ، جانا كبير ما طبناش، عيد نجري ما خليت ولا طبيب ولا بلاصه ما رحتش ليها. الله غالب، خبرونا دروك فشلت الكبده، ما رايش تمشي، حبس، لازم لها الزراعه، وراه عندي ولدي باش يتبرع له، ولكن الدراهم ما عندناش ما طبناش، عاونونا. أقول من هذا النداء، أي الشيء الذي تقدمونه صدقات وبالدعاء وبالأمل لا يذهب أباء المنثورة، والله سبحانه عز وجل يقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يخلفه الله سبحانه عز وجل أضعافا كثيرة. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا زال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. معنى هذا الإنسان اللي يصدق بالمال، يصدق بالكلمة الطيبة، بالدعاء، الله سبحانه عز وجل يجازيه بأحسن الجزاء. وأعيد ندائي وأكرر، أطلب من الجمعيات ومن رئيس دائرة بلدي على المدينة ودائرة خير الدين ووزير الصحة وولي مستغانم، وأيضا دائرة بلدية نجمارية، دائرة العشعشة، أعين هذا النداء بأن يعاونوا هذا الوالد الكريم، وجزاكم الله خيرا وشكرا. هو اليوم بحاجة إلى عملية زراعة الكبد بالبلد الشقيق تركيا، وهذه العملية مقدرة بمبلغ مالي أقول كبير، ولكن ليس كبير على الجزائريين وإخواننا المحسنين، المقدر بمليار ومئة مليون سنتيم. الآن إحنا من هذا المنبر نطلب من إخواننا المحسنين داخل وخارج الوطن، نطلب من جميع السلطات، من السيد رئيس الجمهورية، السادة الوزراء، ولي ولاية مستغانم، جميع السلطات المحلية يعاونونا ويشوفونا هذا المريض، وفي أقرب وقت ممكن بإذن الله، لأنه كل ما زاد الوقت كل ما زاد عليه الحالة المرضية، هو في حالة متقدمة من المرض. الآن نطلب من جميع المحسنين إن شاء الله يشوفوا الأخونا محمد، وجزاكم الله خيرا. قال الله تعالى وما تفوق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي، وجزاكم الله خيرا.